مين اكتر ست بتعجبك يا حسن؟ نجله بدر. فعلا؟ ايه ده، انا بحس ان العلاقه باظت. ايه اللي بيعجبك بقى في حسن؟ في نجله؟ طيبه وجميله. لا انا بكلم كأنثى بقى. لا كل حاجه فيها ما شاء الله. بص بنت ايه يعني؟ حافظها انت يا حسن. شفت يعني كل حاجه. يعني واحده عارفه كويس او عارف كويس نجله بدر. يعني لا نجله بدر انثى. طب لو خنت نجله هتخونها مع مين؟ لو خنت نجله اخونها مع مين؟ لازم حد بيبقى اجمد من نجله بقى. اكيد يا حسن. اكيد هند رستم طبعا. يعني هو مفيش حد اجمد من نجله غير هند رستم؟ طبعا. طبعا. نحن في وحوش. في وحوش. انت مش شايفه حد خالص؟ والله ده ذوقي يا اخي. انت هتحكم في ذوقي؟ انا كده راجل ومزاجي كده. ايوه يعني نهاد شريف. نهاد شريف. لا احنا بنتكلم في الجيل الجديد. في الجيل الجديد؟ هقول لك. يعني انت كحسن وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون مثلا بيعجبك مين؟ لا كتير اتصور، انا بشوف بنات كتير على موزس. يعني انا بحب شكل نيلي كريم جدا عشان تبقى عارف، ورانيا يوسف بحس انها موزه وسكسي. انت بتقول انت حسن بتحب الاغراء، ويعني يبقى رانيا يعني يوسف. عايزه بتحب الستات جدا. رانيا يوسف. رانيا يوسف. انا بحب جسمها، جسمها حلو. صح ولا انا غلطانه؟ كايه؟ كونسه جسمها حلو. عندها مواصفات حلوه في تكوينها الجسد. اكيد اكيد اهو. على رايك معايا. على رايك معايا. لا رانيا يوسف تكوينها الجسدي حلو. لما تعجبك بقى رانيا يوسف ممكن تخش تتكلم معاها وبتاع وتبقى جريء وبتاع. لا رانيا يوسف محتاج رانيا. بص في تكوين ستات كده اللي هم شبه نجله بدر. ان هم بيحتاجوا جرأه الراجل. يعني انت تحب بقى اصلا الراجل الجريء. لازم الراجل يقتحمني، انا ما اعرفش اقتحم حد، ما اعرفش اقتحم. يعني انت تعالي نرجع بقى النجله، نسيبنا من حسن شويه. قادري بقى واظبطي كده. لا ظبطي نجله. ايوه اعدلي كده. ثانية واحدة بقى. في حد عمل زي حسن بقى ودخل عليك بنفس الطريقة دي؟ طبعا. انا ما بعرفش ادخل على راجل عشان تبقى يعني لازم الراجل يقتحمني، عشان انا من النوع اللي ما بعرفش. ولا مرة دخلتي راجل عاجبك ما بلحقش. طب ما بتعمليش اي حركات بتحومي عشان تخليه يجي خالص مثلا. عمري ما عملتها. يعني انا هقول لك حاجة، انا القصة اللي اتقالتني ان انا اختير وليس اختار. يعني هو الناس هي اللي بتقتحم حياتك، فانت بتنقي اقرب الناس اللي انت مرتاح لهم. لكن ان انت تقتحم حد عمري ما عملتها.